السؤال الذي يشغل الكثير من المعنيين ببدء البيع على موقع أمازون بطريقة البرايفت ليبل هو: كم من المال علي استثماره لبدء البيع على موقع أمازون؟ وفي هذا الفيديو ستعرف الجواب. مرحبا، أنا رضا عازم من كامبوس أكاديمي. مهم جدا قبل بدء أي مشروع تجاري معرفة كم من المال علينا استثماره وملائمة ميزانيتنا للاستثمار الذي سنفعله. في طريقة البرايفت ليبل يوجد عدة معطيات أساسية علينا معرفتها من الناحية المادية. أولا، تكلفة المنتج الذي سنستورده من الصين وشحنه. عادة يتراوح تكلفة المنتج بين 4 إلى 7 دولار متعلق بالمنتج الذي سنختاره. نفترض 5 دولار تكلفة المنتج يشمل شحنه إلى مخازن الأمازون. ثانيا، تكلفة شحن النماذج المنتج إلينا. عليكم إضافة هذه التكلفة وسيكون مبلغ هذه التكلفة بين 150 إلى 200 دولار، نفترض 180 دولار. ثالثا، تكلفة التصميم وتصوير المنتج. هذا يتغير حسب جودة الصورة والتصميم الذي ستختارونه. عادة سيكون تكلفتهم بالمجموع 250 دولار. سيكون المجموع الكلي للاستثمار ما يقارب إلى 2000 دولار. لكل من لا يملك هذا المبلغ ليستثمره يمكنه البحث في مواقع التي تبيع بالتجزئة وليس بالجملة، مثل بانجود أو علي إكسبريس. صحيح أن السعر لن يكون مثل موقع علي بابا الذي يبيع بالجملة، ولكن هذه طريقة جيدة لبدء العمل باستثمار أقل. أتمنى أنني نجحت في إضافة معلومات مفيدة لكم، وإذا يوجد أي أسئلة أخرى أرجو كتابتها في التعليقات وسأرد عليها بأسرع وقت ممكن. أيضا، لكل من يريد أن أعلن فيديو عن موضوع معين يخص الشراء أو البيع على موقع أمازون أرجو كتابة الموضوع في التعليقات، وأعدكم أنني سأعلن فيديو عنه. أيضا، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا والضغط على سبسكرايب لمتابعة كل ما هو جديد عن عالم التجارة الإلكترونية. أتمنى لكم النجاح وسأراكم قريباً.